شبكة عباقرة التلاوة تقدم. اليوم من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم غرة أيام الله، ومن أعلاها ذكرى الرسول الله. فميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ميلاد الإسلام، افتقاه الله ورباه. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أزادني ربي فأحسن تأديبي. وسأل بذلك مدح الله تعالى وثناءه بقوله وقول الصدق: وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات الله عليك وسلامه يا سيدي يا رسول الله في كل وقت وحين. ومن حرص العارف بالله تعالى سيدي علي بن يدي رضي الله تعالى عنه وارضاه بشارع عبد الله في محافظه الكيله، نقول لكم نظره الايمان هذا الحفل الكريم بمناسبه الاحتفاء بميلاد الرسول الاكرم صلوات ربي وسلامه عليه. ومع قبيلته صلى الله عليه وسلم القائده على مر الزمن والدهور، مع آيات من الفضل الفضل وليس بالهزل، مع آيات من الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من يد الحكيم الخبير، معا وانصت ونخشع ونسمع ونستمتع بآيات كريمات بما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا فضيلة الشيخ مصطفى الوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله
إن جاء الحق وزهق الباطل. اللهم صل على النبي. وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكان الله بكل شيء عليم.
يا ايها النبي ولا بعد حد ربنا يكرمك. الله 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 سراحا جميلا
الله 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 يا Thank you.
وما ملك يمينك مما أفاء الله عليك. وطلعت يا عمي يا صلاة النبي ربنا يكرمك. وطلعت يا عمي يا سلام وبناتي خالد حلوة الله أكبر وبناتي خالد صلاة النبي صلاة النبي وَبَنَاتِ يَمِّي
Thank you.